مشاهدي الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم وهذه الإطلالة الجديدة التي نطلع عليكم من خلال برنامج أنا الأولمبي، وكل دورة نتنقل معكم من موضوعات شيقة إلى موضوعات أخرى، ونظهر معكم دائما بحلل رياضية جديدة في هذا البرنامج. اليوم أنا الأولمبي أصبح هو منبر الرياضيين في دولة الكويت، نسعد دائما بتسليط الضوء على البارزين أصحاب البصمات الأولمبية المتميزة، بتسليط الضوء عليهم في برنامج أنا الأولمبي. واليوم راح فيكم في حلقتنا الجديدة، ونتوجه معاكم إلى رياضة كرة الطاولة. هذه الرياضة طبعا اللي ما شاء الله اليوم أبناء وبنات هذا الوطن الغالي وضعوا بصمات أولمبية ودولية وعالمية مشرفة، فاعتلوا جميع مراكز التتويج على مستوى العالم. اليوم طبعا بيكون معانا ما شاء الله ضيوف متميزين في هذه الرياضة، حصدوا مراكز متقدمة، اعتلوا منصات تتويج الأولمبية ليثبتوا أن الكويت دائما رائدة في كل المجالات الرياضية وغير الرياضية. خلوني أرحب في بداية الحلقة بضيفتنا بطلة المنتخب الكويتي ونادي الفتاة الكويتي الرياضي لكرة الطاولة خديجة خالد الحلواجي. خديجة مساء الخير وأهلا وسهلا. مساء النور. شكرا على قبولك الدعوه، وشكرا على حضورك اليوم معنا بهذا التالق. عفوا. طول عمرك خديجه. طبعا احنا بننطلق اكيد باسئلتنا معاك، وبنتعرف مع الساده المشاهدين على انجازاتك ما شاء الله في هذه الرياضه، لكن بعد ما نشوف التقرير اللي جهزوه لنا في الاخوان في الاعداد في انا الاولمبي، وننطلق ان شاء الله بعده ان شاء الله. مشاهدينا نطلع هذا الفاصل، نتعرف اكثر واكثر على ضيفتنا، ونرجع نتواصل معكم ان شاء الله. ضيفة حلقتنا اليوم لاعبة كويتية موهوبة تنتمي إلى عائلة رياضية محبة لكرة الطاولة، استطاعت أن تضع اسمها في قائمة الأبطال في اللعبة. خديجة خالد الحلواجي، لاعبة منتخب الكويت الوطني للكرة الطاولة ونادي الفتاة. كانت بدايتها في سن مبكرة، حصلت على جائزة المركز الأول في مسابقة الفردي تحت 13 سنة، والمركز الأول في مسابقة فرق الدوري تحت 15 سنة، والمركز الثاني في مسابقة الفردي تحت 17 سنة، وحققت المركز الثالث فرق مع المنتخب في بطولة غرب آسيا الأخيرة للشباب، وحصلت مع زميلاتها في المنتخب على المركز الثاني فرق في دورة الألعاب الخليجية الأولى التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة في إبريل الماضي، كما حققت المركز الثاني في الفردي في دورة الألعاب الخليجية الأولى. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين معاكم وتغطيتنا اليوم في مساحة أنا الأولمبي لرياضة كرة الطاولة، وبطلتنا في هذه الفقرة لاعبة المنتخب الكويتي ونادي الفتاة الرياضي لكرة الطاولة خديجة خالد حلواجي. حياك الله خديجة. الله يحييك. خديجة ما شاء الله تبارك الرحمن، والله تاريخ مشرف وإنجازات أولمبية مشرفة وإنجازات رياضية الواحد يعتز فيها أن بنت من بنات هذا الوطن الغالي اليوم حققتها. خلنا نتكلم عن بداياتك، انت بديتي مبكر خديجه في هذه الرياضه. بلشت تقريبا صار لي 4 سنين على اخر 2019 ما شاء الله، ولان ابوي مدرب فقمنا نروح معاه النادي، فحبيت اللعبه ودخلت. يعني تاثرك ببوك الله يحفظه، طبعا احنا نعتز انه حيكون ان شاء الله في فقره موجود معنا اليوم في انا الاولمبي بحلقتنا اليوم الكابتن خالد الحلواجي. ما شاء الله عائله رياضيه انتم عدل. تاثرتي في ابوك وايد لدرجه انك رحتي لكره الطاوله؟ ايه. يعني ما اخترتي رياضه غيرها وجربتي وقلتي بروح بعدين، ولا دايركت على طول كره الطاوله؟ على طول رحت كره الطاوله، حبيتها لما شفت ابوي يلعب وكذي، وهي لعبه انفراديه. صحيح. وحبيتها ودخلت. ما شاء الله عليك. ابوك قبل لا اروح للانجازات يتعامل معك بشده كمدرب ولا لا تكسرين خاطره مره؟ لا كمدرب بعض المرات يعني يصير شخصيه ثانيه. صدق؟ ما تقولي يبا لا شوي ما يخالف؟ ها
أول شيء كذي بس بعدين كابتن على طول. كابتن الله يحفظكم إن شاء الله، خلي لك أبوك يا رب ويخليك لأبوك إن شاء الله يرزقك بره. خديجة، كانت أول مشاركة لك تحت 13 سنة؟ تحت 13 سنة أول مشاركة لي كانت بالكويت، وخذيت بالفردي المركز الأول. ما شاء الله. كانت في بطولة، هذه كانت بطولة محلية في الكويت. أي. شو كانت المنافسة فيها معك؟ والله المنافسة كانت صعبة، لأن أول بطولة يعني كنت ألعبها بالدوري الكويتي، وبالفردي شديت حيلي أكثر، وبالذات بالنهائي، والحمد لله فزت 3-2. تحبين الفردي؟ أحسك تميلي للفردي أكثر من الزوجي. إيه. شو معنى؟ ما أدري، أحس يعني أنا أشد حيلي أنا بنفسي، وأحاول أسوي إنجاز بروحي يعني. يعني خلينا نقول الفردي ممكن اللاعب يطلع مهاراته بأريحية أكثر لما يكون مرتبط مع زميله أو زميلته في اللعبة. إيه صح، ياخذ راحته أكثر. ياخذ راحته أكثر. أها. الميدالية ما شاء الله اللي الآن قاعد نشوفها مع السادة المشاهدين، اللي نعتز والله كلنا يعني كجمهور رياضي اليوم أن كويتية بحجم خديجة ما شاء الله لابسة الميدالية الذهبية هذه خلينا نتكلم عنها شوي. الميدالية هذه خذيتها بالفرق تحت 15 سنة، خذيتها بالفرق، لعبت مع نادي العيون ولعبت مع نادي سلوى، والحمد لله فزنا بالفرق أنا وخواتي، كنا يعني فريق واحد وفزنا وخذينا المركز الأول. ما شاء الله، وايد عندنا لاعبات بالكويت كرة الطاولة خديجة. كرة الطاولة يعتبر من البنات شوية قليل يعني، مو وايد وايد. إحنا 3 نوادي و4 نوادي سنعام. بس بفئتي العمرية هم بس 3 نوادي، فيعتبر شوية قليل. 3 نوادي. البطولات المحلية سنوية طبعاً قاعد تصير. تحسين أنها يعني قاعد تنتج هذه البطولات أرقام لكم مثلاً كمشاركات خارجية؟ هي تفيدنا يعني، إذا يعني ناخذ مراكز كذي وبعدين المنتخب يختارنا نروح نشارك بطولات برا. ما شاء الله. خلينا ننتقل أيضا خديجة معاك لمشاركاتك الخارجية. أنت ما شاء الله بعد ما حققتي أرقام وحققتي ما شاء الله مراكز الأول والثاني في البطولات المحلية، توجهت خديجة إلى المشاركات الخارجية. كانت أول مشاركة لك في بطولة غرب آسيا؟ إي بالعراق كانت، وخذينا المركز الثالث بالفرق همّن. هني لا لعبتي فرق خلاص. اي بس فرق كانت. إيه. البطولة أصلاً. تمام. شو كانت المنافسة عندك؟ كانت أول بطولة فتوتر وخوف أول شيء، بس بعدين يعني تعودت عادي. الخوف هذا وصلتي لمدربك اللي هو والدك الله يحفظه، قلت له يبا أنا خايفة أنا يعني. إيه أنا أول بطولة ها؟ إيه. إيش قلتي؟ أنا أكثر وحدة يعني أتوتر وخاف أصلاً، فيعني عادي إذا قلت له هو يحاول يهديني ويقول لي عادي لعبي اللي يعني لعبي لعبك. صحيح. كذي. ولما رحت البطولة اكتشفت إن الخوف هذا يعني مبالغ فيه غير مبالغ. إيه. صح؟ صح. والدليل ما شاء الله حققت مركز متقدم. منو يعني أكثر الدول اللي يعني فعلاً كنت حاسب حساب إن هذه الدولة لا قوية بس أتجاوزها أنا ممكن؟ يعني في يعني أغلب الدول يعني عادي، أغلب الدول بغرب آسيا مثلاً العراق، لبنان، الأردن، كذي. متميزين ما شاء الله في كل الدول. بس اليوم خديجة تأيديني يعني إن إحنا في الكويت تبارك الرحمن اليوم أصبحنا من الدول اللي الدول الثانية قاعد تحسب لنا حساب عدل. أي. اليوم إحنا أصبحنا رغم صعب يعني في الرياضة بشكل عام وفي كرة الطاولة بشكل خاص عندنا أسماء متميزة تخرع. صح. ما شاء الله تبارك، سواء من البنات أو من الشباب لا إله الله. صح. الله يوفقك. المرحلة الدراسية بأي مرحلة الحين؟ الحين بدخل ثانوي عاشر. ما شاء الله. الدراسة طبعاً أنت ما شاء الله عندك قدرة أنك موازية الدراسة مع الرياضة. ولا بتسحبك شوي الدراسة؟ شوية راح أشد حيلي بالدراسة أكثر. إيه. بس هبن ما راح أهد اللعبة يعني وراح أقعد أتمرن. عاشر علمي ها ولا أدبي؟ علمي، راح أدش علمي. بإذن الله الله يوفقك إن شاء الله. وش حابة تخصصين في المستقبل إن شاء الله؟ والله للحين ما فكرت. ما حطيتي في بالي. المهم أن تخصصك الآن بطلة رياضية في كرة الطاولة. صح. الله يوفقك إن شاء الله. شلونكم مع المعسكرات خديجة؟ والله المعسكرات تفيد حتى لو كانت داخلية ولا خارجية. اسمه معسكر لأنه تركز باللعبة، يعني ما أفكر بأشياء ثانية، أروح المعسكر وأركز باللعبة وأشد حيلي. ما شاء الله الله يوفقك. طبعًا أنت وأختك الله يحفظها مريم، اثنينكم ما شاء الله أبطال في كرة الطاولة، طحتوا مع بعض في مباريات ولا تنافسية بين بعض؟ لا ما طحنا مع بعض بالفردي، حتى ما صادفنا بعض نلعب مع بعض حتى في البطولات المحلية.
لكن بالأمان لو تطيحين معاها في مباراة تنافسية غالبين هو يطلبك. أنا ألعب معاها بالنادي يعني. طبعاً التدريب خالصين منه. أبي منافسة الآن، جمهور وتحكيم وقاعدين وبطولة وفيها ميدالية، ومدربكم الله يحفظه الكابتن خالد والدكم واقف. بتغلبينها ولا تعطينها الجيم؟ بصراحة. اثنين راح نلعب اللي علينا، احنا لعبنا اساسا متقارب. شفت السؤال شلون صعب؟ فبالك لو طايحه معاها بالمباراه شو يصير فيك؟ ما ادري. مجرد سؤال ضحكتي. الله يحفظكم ان شاء الله، فوزك هو فوز مريم، فوز مريم هو فوزك. فوزكم فوز البنات وشباب الكويت كله. اليوم اي كويتي او كويتيه ينجح هذا نجاح للكويت كلها والله وشباب الوطن كله. الله يحفظك خديجة. طبعا أنا سعد جدا يعني هذه المقابلة معك، ولكن وإن شاء الله طبعا بالأيام القادمة أيضا نتشرف في كل بطولة تحققين فيها فوز أن تكوني معنا إن شاء الله في أنا الأولمبي. قبل لا أودعك، شنو الرسالة اللي حابة تختمي فيها فقرتنا؟ أي رياضة تحبونها دشوها، لأن الرياضة يعني وايد مفيدة حق الأشخاص تسلي، يعني هي مسلية أصلاً غير أنها رياضة تفيدنا، مسلية. أنا أتسلى لما ألعب. صحيح. فأنصحكم تدشون أي رياضة تحبونها. وأفضل شيء اللي يشغل وقت الفراغ منها تفيد نفسك، تفيد بلدك، تفيد أسرتك، تفيد العالم كله. صح. اليوم يعني الحكمة تقول العقل السليم في الجسم السليم. جسمك لما يكون رياضي عقلك يكون رياضي. صح. الله يحفظك خديجة، أنا سعيد جداً بلقائي معك اليوم إن شاء الله، وراح نستمر ان شاء الله معاكم في هذه التغطيات باذن الله. ان شاء الله. شكرا، يعطيك العافيه. طبعا مشاهدينا الكرام، ما زلنا في مجال رياضه كره الطاوله، وما زلنا مع هذه الرياض العائله الرياضيه الجميله. يعني اليوم الكابتن خالد الحلواجي نموذج كويتي ورب اسره، اصبح ايقونه اخرجت عناصر لهذا الوطن مشرفه نفسيا رياضيا اجتماعيا، فأصبحوا بصمات مشرفة لهذا الوطن. مستمرين معاكم إن شاء الله، بتكون هالعائلة الكاملة الله يحفظها اليوم معانا في أنا الأولمبي. خلوني أودعكم هذا الفاصل ونرجع نتعرف على ضيفتنا بعد الفاصل إن شاء الله. ضيفة فقرتنا لهذا اليوم لاعبة كويتية صغيرة بالسن كبيرة بالعطاء، استطاعت في فترة قصيرة أن تتميز محلياً وخليجياً بفضل قدراتها العالية وحرصها الدائم على تحقيق أهدافها الرياضية. مريم خالد الحلواتشي، لاعبة منتخب الكويت الوطني للكرة الطاولة، كانت بدايتها مع كرة الطاولة في سن مبكرة. حصلت على المركز الثالث في فئة الفردي تحت سن 13 سنة، وحققت المركز الأول فئة الفرق تحت 15 سنة، وحققت أيضاً المركز الثالث فردي تحت 17 سنة، كما حصلت على المركز الثاني في مسابقة الزوجي في دورة الألعاب الخليجية الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، وثاني فرق في دورة الألعاب الخليجية الأولى أيضاً، كما نالت المركز الأول في مسابقة الزوجي في بطولة غرب آسيا. حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام، مستمرين معاكم في حلقتنا الرياضية المتميزة اليوم في برنامج أنا الأولمبي، وهذه الحلقة خلينا نقول اللي تعتبر عائلية رياضية، حيث أنه ما شاء الله ضيوفنا اليوم عائلة رياضية، عائلة الكابتن خالد الحلواجي وبناته الله يحفظهم. شفنا في الفقرة السابقة خديجة خالد الحلواجي لاعبة كرة الطاولة، والآن نستقبل معانا بهذه الفقرة أختها الله يحفظها مريم خالد الحلواجي، أيضا بطلة في رياضة كرة الطاولة. حياك الله يا مريم. الله يحييك. مريم وش مشكورة حبيبتي على قبول الدعوة. تدرين اسم بنيتي مريم؟ والنعم. الله حافظك حبيبتي، النعم فيك. اسم مريم جميل والله يا مريم، الله حافظك مريم. أول شيء خليني أبارك لك في البداية
حصولك ما شاء الله على الميدالية الذهبية المركز الأول في بطولة غرب آسيا اللي أقيمت الأسبوع الماضي في الأردن الشقيق، وما شاء الله أخذتي فيها المركز الأول. ألف مبروك يا مريم. الله يبارك فيك. خلي البداية تكون من آخر نقطة انتهيتي فيها هالبطولة هذه، خلينا نتكلم عن بطولتك في غرب آسيا، شلون شاركتي فيها؟ شلون قدرتي توصلين منصة التتويج وتحصلين على الذهب؟ أول شيء كانوا الاتحاد مسوي لنا معسكر مصر، ما شاء الله. فكنا كل يوم نتدرب، فالحمد لله يعني فادنا التدريب، و يعني رحنا البطولة يعني الحمد لله ما خذينا بالفرق مراكز، بس الحمد لله حققنا بزوجي الذهبية. ما شاء الله خدتيها في الزوجي تبارك الرحمن. طبعا يعني بلا شك مثل ما قلتي ان التدريبات والمعسكر هذا اكيد طبعا بتوفيق رب العالمين بيكون نتيجته الذهب هذا. صح. وكان معاكم طبعا مدربكم، وانت مدربك والدك الله يحفظه كابتن خالد الحلواجي. صح. فأعطاك تنبيهات قبل السفرة، احنا سألنا خديجة قبل شوي. ايه؟ يقول والله يشد علينا مرات. صح يعني اكيد يشد عشان نتعلم يعني. صدق؟ ايه؟ يعصب عليكم بالتدريب يعني اذا اذا خطأنا او يعني. انت الحين انت رياضية وتتكلمين عن المدرب ترى، ما تتكلمين عن ابوك ها؟ ايه؟ الله يحفظه لك ان شاء الله. طبعا اكيد هذه الشدة، شدة المدرب على ابناء اللاعبين، كل اللاعبين هم ابناء عارفة، فشدته عشان مصلحتهم وعشان يعني الوصول لهذه المراكز. الله يحفظكم إن شاء الله. طيب أيضا أنت بديتي مريم من تحت 13 في ناشئين. أول بطولة كانت لي بالدوري الكويت، الحمد لله حققت مركز الثالث يعني الحمد لله في البطولة المحلية، وحققنا بالفرق هم المركز الثاني تحت 13، وانا الثالث بالفردي. كان يعني هذا اول بطوله حقي بالكويت، فكان توتر ف يعني الحمد لله كانت محاتات، ما نقول توتر. ايه؟ محاتات ان الفوز له يعني خلينا نقول ترتيبات له، محاتات له، احاسيس الخاصه ان انا مقبل على بطوله مو غش مره العمليه. صح صح تمام. يمكن خديجة قبل شوي قالت إنها تميل للعب الفردي، أنت تميلين للزوجي ولا الفردي؟ صراحة الفردي هم. تحبين الفردي؟ إيه. ليش الفردي؟ أخذ راحتي أكثر. إيه. ويعني عشان ما أوتر مثل الزوجي معي لاعب، أخاف يعني مثلاً خسرة، ويعني مو خسرة أضيع نقط وايد وهو يضايق شوي. إيه. والفردي يعني أركز أكثر. صحيح. مساحتك تكون أكبر في. إيه. والله شوفي يعني الرياضة بالنهاية فوز وخسارة، يعني اللي ما يخسر ما يفوز، صح ولا لا؟ صح. فطبيعي ان الانسان لما يكون مقدم وهدفه الفوز، لكن ايضا يكون مهيئ نفسه انه ممكن يخسر. صح. عدل علشان ما يتوتر على قولتك قبل شوي. صح. التوتر هذا مو مطلوب. صح مريم. المطلوب ان نحاتي نجهز انفسنا، نستعد صح، نأدي اللي علينا، ونطلب التوفيق من رب العالمين، وبعدها نقبل بأي نتيجة. صح. لكن أنتم ما تقبلون إلا بالفوز تبارك الرحمن، والدليل أن حصلتي ما شاء الله أيضا في دبي في الإمارات الشقيقة على المركز الثاني. صح، حصلت بالفرق المركز الثاني وبالزوج هم المركز الثاني. ما شاء الله. الفردي أخذتي الثاني في الزوجي؟ لا، بالفرق والزوجي. بالفرق والزوجي. أي. ما لعبتي فردي؟ لعبت بس ما حالفك الحظ. معناته الزوج يحسن لك. صح. يابلك المركز الثاني. لا هو على حسب يعني قرعة كل واحدة غير. صحيح. لاعبة اللي قدامي غير مثلا عن أختي. تدريباتكم مريم يومي تتدربون طبعا أنتم في نادي الفتاة؟ تدريباتكم يعني يومي، بس إن مرات إذا كان عندنا ظروف نتمرن بالبيت. يعني مهيئين بالبيت طاولة حاطين. إيه. تتمرنون في البيت. ما شاء الله عليكم، معناتها كذي أنتم يعني خلينا نقول يمكن نفس السؤال اللي قبل شوي على أختك الله يحفظها ويحفظك، إن ما تشغلكم وايد عن الدراسة الرياضة يعني قريب في البيت يعني؟ هو رياضي يعني يسوي روتين، أكيد عنده روتين يومي. عطيني روتينك للسادة المشاهدين اللي الآن بعمرك الله يحفظكم ويحفظ الجميع،
وايد اسال انا يعني من ضمنهم احيانا عيالي تبي من الصج اقول له يبا مثل ليش يقول لي يبا لا تشغلني وكذا والدراسه واللي قاعد يحط عذر انه متكيسل ما يبي يلعب رياضه ويقول لك العذر انه تشغلني عن الدراسه تشغلني ما له عذر صح. المفروض ما له عذر صح فش تقول له مريم عشان يرتب اموره ويرتب جدول يومه انه ما يتعارض شيء مع الاخر صراحه يعني لازم نسوي روتين انه ينظم يومه يعني يحط وقت حق الدراسه ساعات للدراسه ساعات للدراسه وساعات حق التمرين تمام اي ومرات يعني اكيد شخص يحتاج راحه ف يعني كم يوم يعطي راحه حق نفسه والالعاب الالكترونيه شلونها معك تسحبك صراحه اي في وايد ناس يعني لها جزئيه عندك يعني لابد اي بس ما يعني ما تخلي تاكل الوقت كله اليوم كله العابك مجاب الالعاب الالكترونيه لا صح ما يصير جسمك له حق دراستك له حق اسرتك لها حق صلاتك عباداتك لها حق عدل صح الله يحفظك ان شاء الله طيب شنو ان شاء الله البطولات الجايه اللي قاعد تجهزون لها الان ان شاء الله بتشاركوا فيها صراحه الحين يعني وقت مدارس صعب الحين احنا مرحله ثانويه ف يعني انتي صف الحين بديش عاشر ثانوي ما شاء الله انت توينز مع خديجه اي ما شاء الله ثلاثة تبارك ثلاثة توينز ما شاء الله ما بتسمى توينز ثلاث توائم الله يحفظكم ان شاء الله ويبارك لك يا اخوي خالد فيما اعطى ان شاء الله ونعم التربيه ونعم الاخلاق الله يحفظكم معناتها ان الحين لا الدراسه راح تاخذ وقت اكبر صح وان شاء الله بعد ما تهدى الامور الدراسيه ندش على البطولات ان شاء الله في السيزون الجاي صح ان شاء الله الله يوفقك ان شاء الله حبيبتي ابي اختم معاك بسؤال سالته الخديجه هم انا قايل بساله لك لو تطيحون في مباراه مع بعض اختك الثالثه تلعب هم تنس كانت بس كانت. ايه الحين وقفت الله يحفظها ان شاء الله لا احنا نطالبها شو اسمها هي ايمان لك تحيه طبعا ايمان خالد الحلواجي عبر برنامجنا واحنا نطالبك ترجعين تكملين ما شاء الله الثنائي الجميل خواتك خديجه ومريم الله يحفظكم وما احنا ما نقول لك ما تتوقفين لازم ترجعين ان شاء الله ان شاء الله باذن الله لو تطيحين انت وخديجه او انت وايمان في مباراه واحده شو تسوي ما ادري انا متعوده يعني على خديجه فما راح يحوشني كلش توتر ما تحسين ثاني بالضمير ذا فسلح لا ما 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 احس افوز عليها وانا مرتاح ضميري اي اي الله يوفقكم ان شاء الله بنيتي وفوزك هو فوز خديجه هو فوز ايمان هو فوز البنات الوطن كلهم امانه وشباب الوطن واحنا نفخر فيكم امانه مو بس ابوكم خالد الله يحفظه يفخر الوطن كله يفتخر بوجود الكوكبه الجميله من بنات الكويت اللي مشرفينا دائما في منصات التتويج. طيب انا قبل لا اودعك ابي اسمع منك رساله تختمين فقرتنا فيها. حابه اشكر اهلي وكل اللي شجعوني واللاعبين اللي معاي والكباتن والاتحاد نفسه. اشكرهم واشكر البرنامج انا اولمبي وانا الاولمبي بكبره يشكرك ويشكر اسرتك الكريمه ويشكر والدك الكريم اللي اليوم اتاح لنا ان نسلط الضوء على هذه العائله الكويتيه النموذج المشرف امانه للعائله الرياضيه الكويتيه الاصيله اللي انتجت اليوم كوكب الله يحفظكم جميله من ابناء وبنات هذا الوطن اللي يتمثلون ديرتنا تمثيل مشرف في كل المحافل الله يعطيك العافية وما بقى لي أني أشكرك ونستقبل إن شاء الله في الفقرة القادمة الجندي اللي ما شاء الله دفعكم ووصلكم الأب الرائع والمدرب الجميل كابتن خالد الحلواجي علشان نتعرف معاه أيضا على كل تفاصيل التدريبية في هذا المجال يعطيك العافية مشكور بنيتي مريم إذن مشاهدين الكرام نودع ضيفتنا وبنيتنا مريم خالد الحلواجي وبطلع معاكم الآن في فقرة المنصة الأولمبية طبعاً المنصة الأولمبية تتكون من جميع التغطيات والأبطال الذين وقفوا على منصة التتويج الأولمبية وإحنا في كل حلقة ناخذ من أكاونت اللجنة الأولمبية الأبطال اللي وقفوا على منصات التتويج الأولمبية نستعرضهم معاكم إن شاء الله في فقرة المنصة الأولمبية.
حقق البطل أحمد العفاسي الميدالية الذهبية في مسابقة رماية دبل تراب فردي، كما أحرز البطل طلال رشيدي والبطل ناصر المقلد والبطل أحمد العفاسي الميدالية الذهبية في مسابقة رماية دبل تراب فرق، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس آسيا للرماية المقامة في كازاخستان. حقق أبطال منتخبنا الوطني للرماية 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية في بطولة كأس آسيا المقامة في كازاخستان، وهم البطل ناصر المقلد الميدالية الذهبية في مسابقة رماية تراب فردي، وحقق رقما قياسيا آسيويا وعالميا بإصابة الأطباق 50 من 50. وفي الفرق البطل عبد الرحمن الفيحان والبطل طلال الرشيدي والبطل ناصر المقلد الميدالية الذهبية مسابقة رماية تراب فرق. وفي مسابقة رماية تراب فرق النساء حققت البطلة ريم الزمنان والبطلة شهد الحوال والبطلة سارة الحوال الميدالية الذهبية، وحقق أيضا البطل صلاح الرشيدي الميدالية الفضية في مسابقة رماية تراب فردي الناشئين. هذا وقد احتفل معهم الشيخ سلمان الحمود الصباح رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية وهنأهم على هذه الإنجازات المشرفة للكويت. حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام، مستمرين معاكم في حلقتنا المتميزة اليوم في أنا الأولمبي، وهذه المساحة للعائلة الكويتية الرياضية المتميزة ما شاء الله في رياضة كرة الطاولة. ومعانا طبعا مثل ما قلنا قبل شوي ما شاء الله الدينامو اللي دفع وأنجح هذا الجيل في عائلته ما شاء الله، وفي أيضا شباب الكويت في رياضة كرة الطاولة الكابتن والمدرب والحكم أيضا الدولي الكابتن خالد الحلواجي. حياك الله كابتن خالد. الله يحييك اخوي ابو عبد الله، ومشكورين على هالاستضافه الطيبه والحلوه اللي دائما انتم يعني صراحه الداعمين الاول للرياضه والرياضيين. طول عمرك سعادتك وسام، هذا دورنا والله يا ابو حسين، وانت اللي مشكور ابو حسين، يعني بالفعل اب مثالي ما شاء الله، مدرب متميز، قائد رياضي ما شاء الله، أخرجت لنا جيل في كرة الطاولة جميل جدا قاعد نشوفه ما شاء الله يعتلي منصات التتويج. وحسين طبعا أنا كل هذه المحاور راح أتطرق لها بالتفصيل، لكن بعد ما نعرض هذا التقرير نتعرف على خالد الحلواجي أكثر وأكثر مع السادة المشاهدين وننطلق إن شاء الله. إن شاء الله مشاهدين نطلع معاكم فاصل قصير نتعرف أكثر وأكثر على ضيفنا الكابتن خالد الحلواجي في هذا التقرير. ضيفنا في الفقرة الأخيرة من برنامجنا صانع الأبطال والمحفز الأول لكل لاعب ولاعبة في كرة الطاولة الكويتية، نتكلم عن الكبير خالد الحلواجي، لاعب منتخب الكويت السابق في رياضة كرة الطاولة والحكم الدولي والمدرب المعتمد في كرة الطاولة، شارك في العديد من البطولات الخليجية والقارية، وشارك كلاعب في أكثر من بطولة عربية، وحاصل على المركز الثاني والثالث في البطولة الفردية عام 1997 و 1998، شارك كحكم في بطولة سلوى الصباح الدولية، كما شارك في أكثر من بطولة دولية كحكم ومنها بطولة قطر. مثل الكويت كحكم في البطولة البارالمبية في السعودية ومصر، وحكم أيضاً في بطولة العالم للرواد في روما. ومن الأندية الرياضية التي قام بتدريبها نادي اليرموك، نادي السلمية، نادي سلوى الصباح، ونادي الفتاة، وهو حالياً مدرب في نادي العيون بالجهراء.
تم الاستعانة به كمدرب بالاتحاد لبطولة دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب في إبريل الماضي في الإمارات العربية المتحدة، وحقق أبناؤنا فيها مراكز متقدمة وإنجازات تحسب له، وشارك أيضاً كمدرب في البطولة الدولية التي تم إقامتها في الأردن، وهو محاضر معتمد لدى الهيئة العامة للرياضة في مركز إعداد القادة. يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدي الكرام، خلوني أرحب بكل من انضم إلينا في متابعة هذه الحلقة من برنامج أنا الأولمبي. برنامج أنا الأولمبي الحمد لله رب العالمين اليوم أصبح بالفعل يعني منبر رياضي لكل أبناء وبنات هذا الوطن الغالي في مجال الرياضة، ونجتهد دائما ونحاول ونبذل أقصى الجهد في إظهار كل ما هو جميل وكل حلة جديدة رياضية عبر برنامجكم أنا الأولمبي. خلوني أرحب بضيفنا مرة ثانية في هذه الفقرة، المدرب والحكم الدولي في رياضة كرة الطاولة الكابتن خالد الحلواجي. حياك الله كابتن خالد. الله يحييك وعبد الله ومشكورين. محسن الانطلاقة، خالد الحلواجي مع حفظ الألقاب بدأ كلاعب كرة الطاولة، اليوم خالد الحلواجي أصبح مدرب وحكم دولي وأب ما شاء الله لولد حسين أيضا ما شاء الله، الله يخليه لاعب كرة طاولة، وثلاث بنات الله يحفظهم أيضا أبطال في كرة الطاولة. هالمسيرة هذه طبعا ما أتت من فراغ ولا يأتي بيوم وليلة، كانت مراحل وكل مرحلة لها ما لها. بالطبع طبعا المراحل، يعني المرحلة الأولى اللي هي كنت أنا لاعب فيها. صحيح. البداية أنا كنت لاعب كرة قدم في نادي اليرموك. أول بدايتي كرة قدم في نادي اليرموك يعني، والزملاء اللي كانوا معاي من ضمنهم الله يذكره بالخير أخوي أبو أحمد مالك القلاف. نعم. فكنا نروح ونرجع النادي لين يعني عندي أصدقاء كانوا في نادي اليرموك، كنت أقعد معاهم في صالة لعبة كرة الطاولة. صحيح. فبعد التمرين كنت أمسك المضرب وألعب معاهم، فشافني أحد المدربين هناك قال لي ليش ما تلعب؟ قلت له أنا لاعب كرة قدم. يقول خل عنك كرة القدم وتعال عندنا ما شاء الله نقدر نطورك. والله بدأ يلعب بمخي شوي، اقتنعت بالفكرة واقتنعت كأني اقتنعت في الفكرة وعجبتني وبدأت معهم وتركت كرة القدم واتجهت حق لعبة كرة الطاولة ما شاء الله. ومنها خلاص ليش هذا الحلواجي كلاعب أساسي في نادي اليرموك والمنتخب. اي نعم. البدايات طبعا يعني يمكن الآن نغبط أبنائنا ما شاء الله، الفرص صارت أسهل من قبل، على أيامكم أبو حسين كانت أصعب الفرص الوصول للمنتخب. نعم مسهل. صحيح. إحنا كلامك بمتمة، يعني الفرص كانت جدا صعبة والمنافسات كانت وايد قوية في جميع الأندية. يعني الحين المنافسات تلاقيها محصورة في ناديين ثلاثة. صح. فقط قبل كنا يعني عدد اللاعبين المتواجدين في الأندية أعداد كبيرة. صح. ولاعبين موهوبين يوصل المنتخب، صعوبة في إنك توصل المنتخب. أنا كنت أتكلم يعني إحنا كنا نتكلم نتدرب تقريباً 4 ساعات إلى 5 ساعات في اليوم خلال سنة واحدة. اللاعبين اللي كنت ألعب معهم بالنادي قلت لهم خلاص، كان عندي تحدي بيني وبين نفسي إن أقول لهم استريحة وأنا الأساسي أنا محتياط. فالحمد لله يعني تفوقت في المجال التدريب وطورت نفسي بنفسي في البداية ما شاء الله. لين يعني بعدها فترة يعني أشكر مدرب الأستاذ أحمد الرامزي أبو مساعد الله يذكره بالخير. يعني بدايتي كانت معاه، وبعدها كملت المشوار مع أحد المدربين الصينيين اللي كان يحرص على تطوير اللاعبين في الزمن هذا. هذا الصينيين متميزين في الفترة اللي كنا احنا فيها. نعم صحيح، كانوا متسيدين كرة الطاولة. نعم هم طبعا لحد الآن متميزين. صحيح. بس أنا أتكلم عن المدربين حاليا، احنا نفتقد هذا المدرب، هذا المدربين من أمثال المدربين اللي عاصرناهم احنا. كان عندهم الإخلاص. كنت أنا أخلص تمريني من نادي اليرموك أطلع وين أروح؟ أروح نادي السالمية أتمرن هناك مرة ثانية. كان المدرب يلحقني ما يقول انا انتهى دوامي ولا خلاص او راح من نادي النادي ما اروح وراه. لا لا، لا ما عندهم، يلحقني ويتابعني ويشوفني اتدرب في مكان ثاني. فكان حرص، وكانوا اللاعب المدربين يعني كان لهم قيمه للامانه. انا استفدت منهم كثير. ويعني خطيت يعني خطاهم الحين حاليا في التدريب واستفدت منهم كثير. يعني انتقلت ابو حسين من نادي اليرموك للسالميه في التدريب. نعم في التدريب. اي نعم. إيه؟
طبعا هذه النقطة الأولى في تحولي من نادي اليرموك. أنا اشتغلت مع مجموعة مدربين زملائي في نادي اليرموك، بعدها خلاص تركت نادي اليرموك، استدعوني نادي السلمية قالوا لي ليش ما تيجي معانا في الجهاز الفني كمدرب وبدأت معاهم. للأمانة رحمة الله عليه الشيخ خالد اليوسف، خالد اليوسف رحمة الله عليه. يعني شوف أنا حاليا يعني استمرت مع إداريين وايد واشتغلت كتدريب في أندية كثيرة، لكن مثل خالد اليوسف رحمة الله عليه ما اشتغلت. يعني كان الطاقم الإداري والفني الكل يشتغل بحب وبتخصصه تخصصه. يعني لما يقولوا لك خالد انت خلاص انت راح تمسك الفريق هذا، ما راح نتدخل وما فيها مجاملات. لذلك في الفتره هذه نادي السالميه ابدع. يعني للامانه اقول لك اياها، يعني احنا فزنا على الاهلي المصري 3-0 في النهائي في الانديه العربيه، وهذه ما صارت في التاريخ في كره الطاوله. إيه طبعا احنا نتكلم عن نادي الاهلي المصري طبعا، ومصر يعني طبعا هم ابطال افريقيا ولاعبين متميزين. يعني فكنا كانت نقطه التحول ان نروح اسيا في هذاك الوقت، ولكن ما اسعفنا الوقت يعني وتغيرت الامور. ومن افضل لحظات حياتي اللي كنت فيها في نادي السالمية. نعم. يعني رحمه الله عليه الشيخ خالد اليوسف، أمانة يعني مو بس شهادتك، حتى أنا كإعلامي تشرفت بالعمل معاه فترة يعني من الزمن، كفعاليات إعلامية في النادي، أنشطة اجتماعية لذوي الإعاقة أذكر. نعم كان صحيح. هو أول من أسس يعني مركز الغوص لذوي الإعاقة. أمانة حقبة جميلة جدا، وإن شاء الله يعني الخير في اللي استلموا بعده بإذن الله. طبعا حتى يعني أذكر نقطة أن فرق السيدات بدأ في نادي السالمية. ها بدأت في نادي السالمية. طبعا هو موجود كان في نادي الفتاة وفي الأندية، ولكن لما بدينا في السيدات يعني خلال سنتين احنا طفنا الأندية الباجية. مثل ما قلت لك الطاقم اللي كان فيه سواء إداري أو فني كانوا كلهم محترفين في لعبة كرة الطاولة. صحيح. وكل واحد يشتغل في مجاله ولا بدون تدخل أي طرف ثاني. يعني تخيل بنت خالد اليوسف الله يذكرها بالخير كانت لاعبة، وقالوا لي جهز فريقنا بنشارك في نطلع برا بطولة عربية. ما اخترت أنا بنت خالد اليوسف من ضمن لسة الفريق. تصور ما حد قال لك ليش ما أخذتها، ما حد إيه لا يعني أنا قاعد بنت رئيس يعني النادي. بنت رئيس النادي يعني كلمني واحد. صحيح. قال لي شلون؟ قلت له أنت قلتوا لي 4 لاعبات إيه تصنيفها الخامس. أنا ما أقدر. شوف عدم التدخل. ها بعدين قالوا لا البطولة راح ياخذون 5 لاعبات. قلت لهم الحين راح ادخل الحين راح اختارها. فللامانه مثل ما قلت لك انا ما اشتغلت باي مكان مثل نادي السالميه، ومع الشيخ خالد اليوسف الله يرحمه، ومع بنته بعد الشيخه نور اللي هي كانت مسؤوله الفرق السيدات. فمجموعه طبعا ما ابي اذكر اسماء وانسى اسماء. يعني للامانه كانت لا هذه بصمه اخوي خالد. إيه؟ هذه يعني زين هذه البصمات وان رحل صاحبها ظل ذكرى جميله. نعم. تتوارثها وتتعاقبها الأجيال. يعني شوف ريال الحين عند رب الله يسكن إن شاء الله الفردوس الأعلى بالجنة يا رب جميع موتانا وموت المسلمين، لكن ما زالت بصمته ذكرى قاعد نداوله. صحيح. دليل على أنه وضع بصمة صحيحة. صحيح. وغادر رحمة الله عليه، ما حد مخلد، لكن اليوم حط بصمة، خل باكر لما ترحل عن هالدنيا الفانية الأجيال تذكر لك بالخير العمل اللي أنت سويته. انتقلت بعدها ابو حسين للانديه، انديه الفتيات التخصصيه. هي. تحديد يمكن نادي الفتيات. لا في البدايه بعد ما طلعت في نادي السالميه بعد ما صارت التغيرات رجعت مره ثانيه نادي اليرموك. اوكي. كلمني رئيس العشق القديم. اكيد. رجعت نادي اليرموك، كلمني رئيس النادي قال لي جاي لك ترشيح نبيك تروح نادي سلوى الصباح. اللي ترأسه الشيخ نعيم الأحمد. الشيخ نعيم الأحمد. للأمانة اشتغلت 3 سنوات في النادي، استمتعت في ال3 سنوات، كونت فريق. الفريق اللي كان عندي بنادي السالمية حاولت إني أجمعه ورحنا هناك، وكان كانوا يقولوا لي بعد 3 شهور في عندنا بطولة خليج. ثلاث شهور بطولة خليج. أول فريق سيدات في كرة الطاولة. في نادي سلوى كان في عندهم لاعبات، ولكن لا اقصد كاول فريق يشارك خارجيا. لا احنا نادي السالمية شاركنا. شاركتوا فيه. اخذنا مره المركز الثاني في الانديه العربيه. واحد البطولات اخذنا المركز الثالث في الانديه العربيه حق السيدات. هذه كانت المشاركات اللي فيها نتائج. يعني رحت نادي سلوى قالوا لي بعد 3 شهور ترى في بطوله خليج وراح نشارك فيها.
جديد ثلاث شهور صعبة. صحيح. فاستدعيت منو الشبري، مريم بارون، جهزنا الفريق، سويت معسكر داخلي مع الإمكانيات كانت مو يعني جاهزين حق البطولة هذه، لكن ما كنت أنقل الصورة إنه لا مو جاهزين، كنت أقول حق اللاعبات لا إحنا جاهزين وكل أمور طيبة والحمد لله. يعني حتى لما رحنا هناك بيضت الوي، حتى الشيخة نعيمة يعني الله يحفظها بالخير قالت لي بيضت الوي، رفعته علم الكويت. صحيح. والنشيد الوطني، أنت الفريق الوحيد اللي عزف فيه النشيد الوطني، النشيد الوطني. أخذنا ذهبية في البطولة هذه، كفو عليكم. فالحمد لله طبعا استمرت معاهم ثلاث سنوات، للأسف بعدها عاشتني إصابة رباط صليبي. أفا. أي والله. فرحت قدمت استقالتي، كلموني الجماعة هناك أخذ إجازة، قلت لهم الإجازة ما تنفع، إجازة طويلة فيها عملية وفيها تأهيل ما تأهيل، عارف نفسي راح أطول. يعني للأمانة هم يعني حتى حزنوا يعني هناك النادي. أكيد. قلت لهم أنا ماني أناني، أنا أقدر أقول إيه أخذ إجازة، ولكن هذه فيها أنانية، لازم أنا أترك وأترك المجال حق غيري يكمل. صح. حرام إن الفريق يوقف بسبب الإصابة. وطلعت من النادي وعالجت نفسي لمدة سنة، قعدت في البيت، بعدها رجعت مرة ثانية السالمية. ومن السالمية رحت نادي الفتاة، ومن نادي الفتاة رحت نادي العيون حاليا. الآن في نادي العيون قاعد. طيب كابتن خالد، طبعا تحية لكل الأندية بمجالسها اللي ذكرتها أبو حسين، ولا شك تحية لشيختنا الفاضلة شيخة نعيمة الأحمد جاوب الصباح. هذا الإنسان اللي يبينا حلقات نتكلم عنه ما شاء الله، بإنسانيته بأخلاقيته. أنت قلت قبل شوي حضرت معنا، كانت تحضر في كل البطولات والمسابقات. نعم. والله تتخلى عن كل البروتوكولات عشان عيالها وبناتها الرياضيين والمعاقين. أنا عاصرتها في أيضا رياضة ذوي الإعاقة. جميلة الشيخة نعيمة، كافي استضافتها حق بطولة دولية اللي هي كأس ألوى لكرة الطاولة الدولية. بالضبط. في النادي عندها. بالضبط. بصراحة كانت مميزة جدا. بالضبط. أي والله، فلها تحية كبيرة جدا، ونتمنى إن شاء الله الأيام القادمة أن نحظى ونتشرف باستضافتها معانا في أنا الأولمبي بإذن الله، لتسليط الضوء على مسيرتها الكبيرة جدا والله الرياضية في الرياضة النسائية الكويتية. طبعا أنا مكمل معاك أبو حسين، لأني بنتقل أيضا لجانب تأسيس الأسرة رياضيا، بناتك الله يحفظهم، حسين ولدك الله يحفظه، لكن بعد ما الفاصل هذا إن شاء الله، ونرجع نتواصل إن شاء الله. إن شاء الله. مشاهدينا بطلع معاكم فاصل قصير وأرجع أتواصل مع ضيفي وضيفكم الكابتن خالد، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام، مستمر معاكم حلقتنا المتميزة اليوم في رياضة كرة الطاولة، وهذه العائلة الجميلة أمانة من البنات الأبطال في منتخبنا الكويتي، وأيضا هذا الأب المثالي اللي يقف وراء هذه الفتيات، وأيضا مو بس يعني بناته، بنات الكويت وشباب الكويت أمانة كمدرب وحكم دولي. خلوني أرحب بأخوي الجميل كابتن خالد الحلواني، حياك الله أبو حسين. الله يحييك وعبد الله، طول عمرك، مشكور. سلمك أبو حسين. ما شاء الله، يمكن الآن بنتقل لجانب العائلة، الله يحفظهم بناتك حسين الله يحفظه، كلهم طلعتهم لاعبين كرة الطاولة، ليش؟ كانت فرض ولا اختيار منهم؟ والله لا فرض، لا فرض. يعني تعجبني الصراحة. فرض. لا نشوف اللعبة صراحة ممتعة. صح. يعني اللي يلعبها ويعشق هذه اللعبة صعب إنه يتركها. أنا عشقت لعبة كرة الطاولة وأبدعت فيها الحمد لله، وأبدعت فيها في مجال التدريب والتحكيم. صحيح. طبعا بالنسبه حق الحسين، طبعا كبدايه الولد البكر
أول أيام انتقال لنادي السالمية، ونادي كان صراحة يعني مميز، نادي السالمية مثل ما قلنا في أبطال من أمثال إبراهيم الحسن وسالم الحسن والإخوان، يعني للأسف هذا المفروض نحط لهم تمثال، أنا أذكرهم بالخير تمثال نحط لهم معنى الكلمة، يعني يبي لهم حلقة كاملة بس أتكلم عن لاعب مثل إبراهيم الحسن. فدخلت حسين ولدي في مجال السالمية، ولكن يعني ما حالف الحظ إن على طول التحول اللي صار في نادي السالمية ما أسعفه، يعني صار يلعب بروحه، ولحد الآن هو حاليا لاعب ما شاء الله في نادي السالمية. أي نعم، فاستمريت اتجهت حق التدريب السيدات، لأني في نادي السالمية الحمد لله نجحت مع فريق السيدات واستمريت في ومختصر في فريق السيدات. طبعا أنا مختص في تأسيس اللاعبات، أنا اللاعب من توصل شوي كبيرة خلاص أقولها مع السلامة. طيب أعطوني اللي تو جديد. أنا في الشباب وفي السيدات. طيب. أنا دائما الحمد لله يعني تميزت. أصعب مرحلة تأسيس. وهي أصعب مرحلة فعلا. يعني. الأعصاب شوي لازم تكون يعني هادية شوي معهم، طولة البال. تقعد التعليم. التعليم. فالحمد لله توفقت يعني في الشباب وفي السيدات في تأسيس اللاعبين. يعني لدرجة حتى لحد الآن لاعبين السالمية اللي أسستهم صغار حالياً هم تحت 15 سنة لحد الآن يلعبون يمثلون المنتخب، من أنا تركتهم ما عندهم مدرب لحد الآن هم يشاركون في المنتخب، فالحمد لله. وطبعاً نفس الشيء البنات هم بعد الإنجازات اللي أسست فيهم. بالنسبة حق بناتي يعني يتفجأة الله يحفظهم خديجة ومريم وإيمان. وإيمان الله يحفظهم جميعا، كلهم توام طبعاً. توامهم ما شاء الله. كيف صارت العنصر المشترك بينهم حبوا كرة الطاولة؟ هم كانوا يشوفون توام يقول لك يميلون نفس المساحات المشتركة مع بعض. تقريباً، ومثل ما قلت لك الإجبار والعنصرية خلتهم خصوصاً. سألتهم سؤال خالد قلت لهم قبل شيء الوالد يشده والله ترددوا ترى. وايد. إيه خديجة بالذات كانوا تقول صراحة. أنا للأمانة اللي عرفني حتى يعني. يمكن منوى الحين من اللاعبات الكبار تعرف منوى، أنا شحقت كانت تعجبني منوى. منوى كنت أشد وياها حيل، ولكن دائما منزل رأسها وإن شاء الله. نموذج جميل والله. ليش هي متميزة المنوى؟ أنا أقول لك ليش متميزة. إيه هم مع مريم لما كنت أنا أشد عليهم كانوا منزلين رأسهم ما أسمع كلمة منوى إلا إن شاء الله. إن شاء الله، لذلك تميزوا هاللاعبات. طبعا الشدة طبعا بأدب. المدرب شيبي يبي إن اللاعب يكون من افضل اللاعبين ويتفوق وينجح. اي نعم صح. يعني الشده هذه عشان مصلحته بس، اساس المصلحه طبعا. فالحمد لله تاسست لاعب. طبعا بناتي بالبدايه جت الكورونا، لا خلاص صرنا في البيت، اسست نادي في البيت وحطيت طاولتك يعني انا كنت حاطه قبل الكورونا. قبل الكورونا. قبل الكورونا باسبوع. كان ادري اني بيصير اي فيعني اشتغلت عليهم فعلا في الكورونا في البيت، وديتهم النادي معي وسجلتهم بالنادي، وحتى لما كنت بالنادي اقول لهم، انا قلت لهم انا ترى مدرب الحين بالنادي، وكلمت مجلس الاداره قلت لهم ترى انا متى ما طلعت من النادي راح اطلع بناتي وياي. كان هذا شرط من الشروط، ولكن ليش يعني اذا طلعت بطلعهم معي؟ لانه قاعد يعني هذا الحين. هل هي نظره الاب ولا المدرب؟ لا نظره المدرب. مدرب انا يمكن هالمكان ما عاد يعطيهم خلينا نقول مثلا المساحات اللي ممكن تدعمه. شوف الحمد لله ان انا صارت عندي رؤيه بالخبرات اللي كنت يعني ادرب فيها في المجال، عرفت البنات شنو يبون وشنو المستوى. يعني الحين تدريب الشباب غير عن البنات. صح. في طريقه معينه للبنات او السيدات شلون انا اتفوق فيهم. فللاسف ما لقيتها في مدربين متخصصين عندنا بالكويت. في عندهم في مدربين مميزين وفي كل الامور، ولكن السيستم او النظام او المدرسه او المدرسه اللي انا اتبعها مو موجوده. بالضبط. حتى انا يوم رحت السالميه قلت لهم خلوني انا اجيب المدرب المساعد اللي معي وانا اختار على اساس نقدر ننجح احنا في بناء فريق. صح. والحمد لله يعني اسمعوا لي الكلام ونجحنا. السيدات البنات نفس الشيء. انا الحين يعني البنات جابوا مراكز في دوره الالعاب الخارجيه الاولى للشباب اللي صارت في دبي في الإمارات، يابو في غرب آسيا في السليمانية، حاليا هم خذوا الذهبية في غرب آسيا اللي أقيمت في الأردن. أنا ما ودي أوقف الإنجازات. صح. أنا الحين بعت عنهم ترى لما طلعت من نادي الفتاة أنا يعني ضحيت بشيء كبير، ضحيت يمكن مستقبلهم في اللعبة. طبعا مستقبل اللعبة أنا أتكلم. صح. رحت بنيت فريق ثاني ولكن تركتهم أهما.
وأنا... بس ما رحت بعيد يعني، نادي العيون من نادي كويتي لنادي كويتي. بالنهاية احنا اتفقنا على كلمة يمكن بداية الفقرة، ان الهدف ان ايصال ابناء وبنات الكويت الى منصات التتويج. انا هدفي في البداية لما اروح نادي مو علشان اطلع اللاعب علشان نادي، للأسف بعض المدربين يهم مصلحة النادي فقط. للأسف صح. أنا أتكلم عن النادي، أنا مو مصلحتي نادي ولا أني أخذ إنجاز للنادي، سمعة بلد. أنا أستمتع لما اللاعبة تمثل الكويت وترفع علم الكويت. يعني أنا من الأشياء اللي استأنس منها إن بنات ترفعوا علم الكويت. صحيح والله. إنما بطولة داخلية الأول حلوة بس. إيه بس مو هذا هدفي. مو هذا هدفي. بالضبط. أنا هدفي الكويت، فالحمد لله نجحت فيه. علشان أكمل هالمشوار أنا أحتاج إن قاعد أرسم لهم أنا خطة حتى يلعبون في بطولات خارجية، حتى لو على حسابي أنا قاعد أطلع. يعني الاتحاد حاليا مشكورين الإخوان الموجودين في الاتحاد إنه خلوهم يشاركون في بطولات دولية لكسر الخوف. ندري إنه ما فيها إنجازات، أنت قاعد تلعب مع آسيا والعالم ما فيها إنجازات، ولكن قاعد يكسبون الخبرة والنتيجة هالخبرة الاحتكاك نتيجتهم طلعت في دورة الألعاب الخليجية وطلعت في دورة غرب آسيا اللي بالأردن. هذه ثمارها. حسين الله يحفظك إن شاء الله. طبعا أنا يعني قمت أقرب على ختام حلقتي، لكن قبل لا أختم يهمني ضروري أعرف شو تجهيزاتك إن شاء الله المرحلة القادمة، ويهمني أعرف أيضا وأبارك لك، أنت أصبحت الآن مدرب وحكم في رياضة البرلمبية. البرلمبية لذوي الإعاقة. نعم صحيح. هذا شرف كبير لنا أمانة. يعني حكمت أنا حكمت نهائيين في بطولات دولية للبارالمبية. أول بطولة كانت في المملكة العربية السعودية، هي بطولة الله. دولية، وتشرفت إني حكمت المباراة النهائية فيها. ما شاء الله. بعدها بكم شهر رحت بطولة أفريقيا للبارالمبية في مصر. في مصر. صحيح. وهم حكمت النهائي، كان بين مصر ونيجيريا. يعني وثانيا اللي يحكم في هذه البطولات يكون من الحكام المميزين، انه اسلم. انت عارف ان البطولات البرلمبيه القوانين شوي تختلف عن التفاصيل صح. تختلف فيها صح. فتحتاج الى التركيز. هذا مكسب والله للرياضه ذوي الاعاقه. الحمد لله. يعني انا وتكرمت من رئيس الاتحاد السعودي. تستاهل. يعني في هذه البطوله تشرفت اني اكون موجود وياهم، فالحمد لله. يعني أنا فرحتي مثل ما قلت لك هذه الإنجازات. يعني أول فرحة فرحت للأمانة الميدالية هذه الموجودة الفضية الله. اللي خديجة حصلت عليها في دورة الألعاب الخليجية الأولى. ما شاء الله. يعني كانت البطولة وتنظيم البطولة كأنها مجهزينها حق فريق صح. ولكن العزيمة كانوا عند البنات، لو تشوفهم واحدة تشجع الثانية. ما شاء الله. صحيح. يعني خديجة طاحت بمجموعة صعبة جداً في الفردي اللي حصلت عليها الفضية. أول مباراة كانت لها مع عمانية، اللاعبة الثانية إماراتية كانت لازم تأخذ الثار. ما شاء الله. وفازت ولعبت في دور الأربعة مع لاعبة بحرينية، يعني كانوا متأملين أنها هي توصل النهائي مع لاعبة بحرينية ثانية، ولكن خديجة كسرت كل هالقوانين وقالت أنا اللي بالنهائي. أبوها منو؟ فهذه للأمانة يعني النقطة الأولى في فرحتي إن حصلت ميدالية خارجية في أحد البنات. الحمد لله. والحين الحمد لله هم بعد من قبل 10 أيام مريم هم فاجأتنا مع زميلتها ريان العيدان، أعطيها التحية، زميلتها اللي بالصحة. شاركتها في ذهبية غرب آسيا في الزوجي. يعني أنا كنت في معسكر في تركيا، ما كنت معهم، كنت مع النادي في معسكر تركيا. زين عشان ما تحكرهم بعد. زين زين تقولي خير. بس 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 الفكر كان معاهم. وكنت اتابع يعني الاداريه الاخت جواهر القلاف الله يذكرها بالخير، كانت تعطيني الاخبار اول باول، تقول لي فازوا على الفريق الاردني، وصلوا دور النهائي، لعبوا مع الفريق السوري. على اعصابك. وعلى اعصابي. وقلت الفريق السوري هو اقوى يعني. قلت يلا ياخذون الفضيه. شوي شيء تقول لي لا فازوا الشوط الاول. ما شاء الله. قلت لا بعد تو الناس فازوا الشوط الثاني، الشوط الثالث تقول لي نتيجه 10-9 باقي لهم نقطه و10-9 طبعا هني الاعصاب هني صح صدق. يعني لما خذوا الذهبيه الحمد لله. طبعا اشكر اللي كل من ساهم وشجع لاعباتنا في تكريمهم، فالحمد لله. يعني بس فرحونا في هذه الميداليات اكيد، وفرحوا شعب الكويت. ابو حسين طبعا انا وصلت الى ختام حلقتي اللي كانت متميزة أمانة اليوم. أمانة. يعني إحنا استمتعنا وياك. يا حبيبي الله يحفظك. أسرة كويتية جميلة مثالية بهذا الحجم.
احنا نسعد والله بوجودكم فيها ان شاء الله. مشكورين وما قصرتوا على هذه الاستضافه، وشكر خاص لك للامانه على الديباجه الحلوه يعني اللي قدمتها ابو عبد الله. افعالكم ودعم هذا بروحه بحد ذاته يعني الامانه دعم يعطينا بوش حق القادم ان شاء الله. والله جمال افعالكم هي اللي مقدمتكم، انجازاتكم هي اللي فرضتكم، وجماليتكم هي اللي صارت انعكاس لنا نطلع بهالجمال هذا. والله يا ابو حسين الكويت تستاهل، والكويت تستاهل. اي والله الله يحفظك. الله يسلمك، طول عمرك. تسلم. الله يحفظك. اذا مشاهدي الكرام، ما بقى الا اني اشكر الجميل والاب المثالي والمدرب الرائع اخوي خالد الحلواجي وبناته الله يحفظهم خديجه ومريم وحسين من خلف الشاشات، وجه له تحيه. ايضا لاعب في وإيمان كذلك تبارك الرحمن، أسرة جميلة الله يحفظهم يا رب، إن شاء الله يحفظكم. ما بقى لأني أودعكم وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله، ومساحة رياضية جديدة وأسماء كويتية مشرفة. لذلك الحين فريق العمل في أنا الأولمبي يستودعكم الله. مع السلامة.